بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في باب المعرفة، قال فيما تكلموا فيه على المعرفة بآثارها وشواهدها، فقال بعضهم: من عرف الله قرت عينه بالله، وقرت عينه بالموت، وقرت به كل عين. من عرف الله قرت عينه بالله، بمعنى لم يرد غيره سبحانه وتعالى، ولم يكن له رغبة إلا فيما عنده عز وجل وفي القرب منه. وقرت عينه بالموت ليس بمعنى تمني الموت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وذلك عندما ينزل به الموت، والموت قبل لقاء الله. فمعنى ذلك أنه مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل به الموت وبشر بالخير أحب لقاء الله. وقرت به كل عين، من خالطه واقترب منه عرف الطريق إلى الله عز وجل، وذهبت من نفسه الأمراض، وتعامل مع من في قلبه الإخلاص والصدق والشفافية، فعند ذلك يحرص الناس على معاشرته، تقر به عيونهم ولا يريدون مفارقته، لأنه تصلح به قلوبهم ويعرفون طريقهم إلى الله عز وجل من خلال معاملته. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، لأنه لا يزال متعلقا بالدنيا، لا يزال متعلقا برغباتها التي لا بد وأن تنقطع، ولا بد وأن تزول. المال، الأهل، الشهوة الجنسية، الملك، كل ذلك لا بد أن يزول وينقص، وبالتالي فستقطع قلبه حسرات على ما يفوته من الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله لي وعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال: ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه، ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته. يعني سوف تظهر رغبته في الدنيا لتكذب ادعاءه المعرفة بالله، لأن من عرف الله لم يرغب في غيره ولم يرد سواه، من عرف الله أخلص له. فمن كانت له رغبات أخرى فلا بد أن تظهر، ولا بد أن يعرفها كل من يعاشر أن له رغبة في ملك، في جاه، في مال، في امرأة، في شهوة. فعند ذلك تفضح أو تكشف أو توضح رغبته كذب ادعائه المعرفة بالله. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، هذا لا شك فيه. معرفة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه لا بد أن يحبه على هذه الصفات وعلى هذه الكمالات وعلى الجمال والجلال. فقد جبل الإنسان على حب الجمال والجلال لينصرف ذلك أصلا، خلق كذلك وجبل على ذلك وفطر على ذلك لينصرف ذلك إلى حب الله وتعظيمه عز وجل. وكذلك إذا عرف نعم الله عز وجل المتتابعة، عرف أن كل نعمة هي منه سبحانه وتعالى، عند ذلك لابد أن يحبه. وأما الناس فيرون النعم حقوقا مكتسبة، أو أنها بحكم الطبيعة أعطتهم الطبيعة كذا، فلم ينسبوا النعمة إلى الله لعدم معرفتهم به،
فلم يشكروا نعمته فلم يحبوه فحرموا التوفيق. من عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره، لأنه إذا عرف شدة عقوبته عز وجل وآمن بالآخرة وما فيها من أنواع العقوبات ونظر في الدنيا كذلك إلى ما فعل الله بالأحزاب بالأمم المكذبة بالرسل، ويرى تقليب القلوب وتقليب الأحوال وتقليب الدول مداولة الأيام بين الناس، فلا بد أن يخاف عن يعني يخاف من ربه عز وجل، يخاف من عقوبته ومن سخطه ومن إبعاده ومن غضبه الذي أنزله سبحانه وتعالى بمن استحق ذلك، ورجاه لأن علم ما عنده من الخير والإنعام والفضل على عباده المؤمنين فلا بد أن يرجوه، وتوكل عليه لأنه يشهد كمال الملك وكمال القدرة وكمال المشيئة، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي تفوض الأمور إليه، وأناب إليه رجع إليه لأنه بمعرفته بالله علم أن الله هو الغفور الرحيم التواب الذي يعود على عبده بالخير إذا عاد إليه عبده بالطاعة فينيب ويرجع ويطمئن، ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. لا بد أن يشتاق إلى لقاء الله لشدة الحب وكثرة الذكر، لهج بذكره لأنه يعظمه ويرى كمال أسمائه وصفاته فيذكره على الدوام بذلك وينزهه عن كل نقص فيشتاق إلى لقائه سبحانه، ويستحي منه أن يراه على معصيته، وأجله أثبت له الجلال والتعظيم وعظمه على قدر معرفته به. قال: وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيمان به، فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فيها الله سبحانه. ترى هنا دعيها الفظ دي فيها نظر يعني من جهة اللفظ يعني، لكن المقصود أنه يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا معنى المقصود. إذا نظر فيها الغيب، إذا القلب كالمرآة، إذا نظر المؤمن إلى ما فيه إلى الغيب الذي أمر أن يؤمن به فكأنه يراه، كأن صورة هذا الغيب منطبعة في قلبه، فهو كأنه يرى الجنة والنار، كأنه يرى الأنبياء والرسل، كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى. ليس أنه يتراءى الله له بمعنى يظهر له، فإن الله حين تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فليس المقصود أن الله يتجلى بمعنى يظهر أو يتراءى بمعنى يري نفسه للخلق حتى في قلوبهم بقلوبهم، فإن خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية أنه رأى ربه بقلبه، رآه في المنام ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يقول: فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فيها الله سبحانه، والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. وهذه رؤية المثل الأعلى كما تقدم. نرفض هذه الألفاظ. طبعا رؤية المثل الأعلى بمعنى رؤية الكمال، أو يعني كأنه يرى الله. أرباب التجلي لا يصلح أصلا، لأن الله لم يتجلى لأحد، إذ أنه تجلى للجبل فجعله دكا وقال لموسى لن تراني،
وقال ابن عباس: أتعلمون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الرؤية قد صرح هو رضي الله عنه بأنها رؤية القلب. فإذا ليس هناك من يرى الله بقلبه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، قد رأى ربه في المنام في أحسن صورة. وكذلك قول يرى في صفوها الله، قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله، هذا لا يصح، لا رؤية قلب ولا رؤية عين في حق مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. يقول: ومن علامات المعرفة أن يبدو لك الشاهد وتفنى الشواهد، بمعنى من شدة وضوح الشاهد الذي تدل عليه الشواهد لا كأنك لا تراها ولا تحتاج إليها، مثل طلوع الشمس، الشواهد تدل على قرب طلوعها مثل ظهور الفجر من بشائر الأنوار، فإذا طلعت الشمس لم يحتاج أحد إلى دليل على طلوعها. فمعرفة وحدانية الله عز وجل في قلب العبد المؤمن، معرفة كماله وجلاله وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى، أصبحت كأنها الشمس قد طلعت، فلا يحتاج إلى أدلة عليها، لأنه قد تجاوز هذه المرحلة. ليس أنه ليس هناك أدلة، بل هناك أدلة، لكنها كما ذكرنا يعني صار قد شاهد الشمس إذ طلعت، فأصبح عنده من اليقين بالوحدانية والجلال والربوبية والألوهية وصفات الكمال ما لا يحتاج معه إلى استدلالات، يراها دائما كأنها رأي عين أمامه. تفنى الشواهد في حسه، يعني الأدلة التي تدل على ذلك سوف يعني تضعف، لأن الأمر قد حصل ما هو يقين أعلى من ذلك. وتنحل العلائق، العلائق تعلق القلب بغير الله ينحل ويزول ولا يصبح هناك تعلق بغير الله. وتنقطع العوائق، كل ما يقطعه عن الله يعوقه عن الله ينقطع ويزول أيضا، لأن القلب قد شاهد الحقيقة. يقول: من علامات المعرفة أن يبدو لك الشاهد وتفنى الشواهد وتنحل العلائق وتنقطع العوائق وتجلس بين يدي الرب تعالى وتقوم وتضطجع على التأهب للقائه. أنت تجلس بين يديه بمعنى جلوس القلب، جلوس القلب بمعنى حضوره، يشاهد الملك الحق قيوم السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، يشاهده بمعنى يشهد أوامره نازلة وأعمال العباد إليه صاعدة وتدابير الملك في كل أجزاء المملكة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر. إذا شهد شيئا على الأرض استحضر أن الأمر نزل به من عند الله، وأن هذا العمل وهذا الفعل سوف يصعد إلى الله كل يوم في الصبح والعصر. تقوم وتضطجع على التأهب للقائه، واللي هي تحقيق أن تعبد الله كأنك تراه، ويتأهب للقاء الله ويستعد لما بعد الموت، كما يجلس الذي شد أحماله وأزمع السفر على التأهب له، ويقوم على ذلك ويضطجع عليه كما ينزل المسافر في المنزل، فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب. نزل منزلا لقضاء حاجة سريعة وأحماله ما زالت يعني مربوطة استعدادا للانطلاق بعد قليل. إنما مثلي ومثل الدنيا كما كراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركه، يعني واحد ينزل يستريح مش هينزل بقى ليه الأحمال ويفك الشنطة، بالظبط كمسافر كده ونزلت تشرب كوباية شاي وتصلي وتتوضى،
يحصل ايه؟ مش هتقعد بقى تفك الشنطة وتطلع بقى الحاجات عشان انت ماشي على طول. فهو الواحد اللي ماشي على طول ده يقول: كما يجلس الذي ما شد أحماله وأزمع السفر على التأهب له ويقوم على ذلك ويضطجع عليه كما ينزل المسافر في المنزل، فهو قائم وجالس مضطجع على التأهب. وقيل للجنيد: إن أقواما يدعون المعرفة يقولون إنهم يصلون بترك الحركات، إنهم يصلون بترك الحركات من باب البر والتقوى، يعني بترك الأعمال، يعني لا يحتاجون إلى هذه الحركة في البر والتقوى في الطاعة. فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا منها من الذي يقول هذا، أنه يصل بترك الحركات. يعني بيصل الى الله عز وجل بس خلاص بالمعرفه، من غير ايه؟ من غير ما يعمل الحركات من باب البر والتقوى. والحركه في باب البر والتقوى العمل الصالح مش محتاجه، هو وصل خلاص. يقول: ان العارفين بالله اخذوا الاعمال عن الله والى الله. اخذوا الاعمال عن الله يعني بالدليل، بالوحي المنزل من كتاب والسنه، لان الكتاب والسنه من عند الله. وإلى الله أخلصوا، رجعوا فيها، وإلى الله رجعوا فيها. ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بيني وبينها. طبعا من الإنصاف ومن يعني التزام السنة ورد البدع في ترك العمل. ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب، ولا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له على أحد حقا. يعني لا يطالب أحدا بحقوقه في الدنيا، إنما دائما يطالب من أجل الدين. لا يخاصم أحدا على حظوظ نفسه، وإنما يخاصم بالله ولله: وبك خاصمت وإليك حاكمت. وأما مخاصمته على حظ نفسه فهو لا يفعلها، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فينتقم لله عز وجل. الألفاظ اللي فيها لا يطالب ولا يخاصم قد يفهمها البعض أنه لا يعادي أحدا حتى أعداء الله، وهذا ليس بصحيح، ولكنه يخاصم بالله ولله أعداء الله والمخالفين لشرعه، لا يخاصم في حق نفسه. أسهل شيء عليه العفو والتنازل عن حقوقه. لا يعاتب، يعني ليس يكثر اللوم، بل شعاره كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. لا لوم ولا عتاب. وبعد ذلك لم يعاتبهم. إن عاتب أحدا فلتفريطه في حق الله الذي أمر بإحسان المعاملة مع الخلق، فذلك لكي يرده ويرزق التوبة. فأما إذا تاب إلى الله انقطعت المعاتبات والمطالبات بالحقوق الدنيوية والمخاصمات على حظوظ النفس. ولا يرى له على أحد فضلا لتواضعه، لا يرى أنه ينبغي أن يعامل بالطريقة الفلانية، ولا بد أن يعرف لي فضلي، ولا بد أن يعرف لي سبقي ومنزلتي وما كذا وكذا. هذا ليس بالذي ينظر إلى نفسه بعين التقصير. الذي يرى نفسه فضلا على غيره لا ينظر نفسه بعين التفريط والتقصير التي كان الأنبياء ينظرون إلى أنفسهم من خلالها. اللهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. لا
اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. انظر إلى هذه النظرة للنفس كيف أنه يجعل كل ذلك عنده، لا يرى له على أحد حقا ولا يرى لنفسه على أحد فضلا، إنما هو تواضع لله عز وجل، ومن اهتمامه بأداء حق الله ثم حقوق العباد لا يرى لنفسه حقوقا ولا يشغل نفسه بحقوق نفسه. يقول: ومن علاماته أنه لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال، لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال. لا يأسف على فائت، أمر قد فات من أمور الدنيا، ضاع مال، مات قريب، مات ولد، ذهب ملك، ذهب سلطان أو جاه، أي شيء من أمور الدنيا مقدر. فعند ذلك وهو ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال، لو لم تزل اليوم فستزول غدا، لو لم تفقد اليوم فستفقد غدا، لابد وأن يرحل الإنسان عنها إن لم ترحل هي عنه. فعند ذلك يهون عليه فواتها الآن. لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت من الدنيا، لا يفرح فرح الغرور والعجب ونسبة الفضل إلى النفس بشيء أتاه من الدنيا. لماذا؟ أيضا لأنه ينظر إلى كل الأشياء بعين الفناء والزوال. هذا الذي أتى اليوم يفرح الناس به أليس سوف يزول قطعا؟ سوف يزول. يقول: لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال، أشياء الدنيا دي كلها كالظلال والخيال. قال الجنيد: لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. بمعنى لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، بمعنى لا يخاصم، بمعنى لو حتى حد جه عليه يعني ليس يخاصم في حق نفسه، ما هيبقى ايه يعني ملطشه يعني؟ لا، لكنه يفرغ هذه المخاصمه لحق الله، ولذلك سوف يعزه الله ولا يعني يجعل احدا يطأه. هو سبحانه وتعالى قدر على أنبيائه ورسله مثل ذلك، بأن الناس قد يعني آذوهم ومع ذلك لم يخاصموا أحدا إلا لحق الله سبحانه وتعالى، يصبر على ما كان في حق نفسه. فهذا معنى حتى يكون كالأرض يطأها البر والفجر، متواضع لا يخاصم في حق نفسه. وكالسحاب يظل كل شيء، بمعنى الخير والرحمة والتعامل الطيب وأنواع الخيرات تصيب كل أحد، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. المطر ده ينزع الناس كلها، البر والفاجر، فأي حد يتعامل مع المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى في الحقيقة يناله من الخير. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بركة ورحمة على الخلق جميعا. شوفوا رحمة الله عز وجل أهل مصر بيوسف عليه السلام، وفيهم أو عامتهم كانوا إيه؟ شاكين في ما أتاهم به، فما زلتم في شك مما جاءكم به. هناك من آمن بالتأكيد، ولكن كان خيرا عميما على الخلق جميعا.
والإسلام إذا ظهر والمسلمون إذا ظهروا نشروا الرحمة على الخلق ونفعوا الناس جميعا كالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. فهذه الأخلاق نتيجة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، يظلل كل شيء كالسحاب يظلل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. تتعامل مع الناس بالإحسان ولو كانوا يعني من يعني الكفار أو المنافقين أو الظلمة، لأن ذلك يجذب قلوبهم إلى الإسلام ويحبب مجموع الناس إلى الإسلام. وسيبقى بعد ذلك من لا يستحقون، ومع ذلك فالخير يعني في معاملة أهل الإيمان عام. قال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاء على نفسه وثناء على ربه. يعني هو عايز يقعد في الدنيا عشان يعيط على نفسه على ما فيها من تقصير وتفريط، ويثني على الله لكماله وأسمائه وصفاته، وما يحسش ان هو عمل اللي عليه. يقول هذا من أحسن الكلام، فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته، وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله. فهو شديد الإزراء على نفسه، لهج بالثناء على ربه. شديد الإزراء يعني التنقيص من حق نفسه، لكن في الحقيقة لابد أن يكون هذا الإزراء لا يصل بالعبد إلى درجة يعني إذلال النفس وتحقيرها، وإنما يكون له ظن حسن فيها عندما تكثر أو عندما تأتي الفتن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له. بتضيع ما لهم بمعنى إيه؟ بمعنى عدم المطالبة بحظوظ النفس، وما انتقم رسول الله نفسه قط. والوقوف مع ما له يعني الاهتمام البالغ بما لله حتى يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. يقول: يريد تضيع حظوظهم والوقوف مع حقوق الله تعالى سبحانه وتعالى، فتغنيهم حقوقه عن حظوظهم. تغنيه حقوقه إذا عبدوا الله عز وجل صاروا في غنى عن حظوظ النفس هانت عليهم هذه الحقوق والحظوظ، فإذا ضاعت لم يخاصموا الناس فيها. وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. وهذا يحتاج إلى شرح، فإنما هو دون ذلك يشغل القلب، ولكن يكون اشتغاله بغير الله لله. يعني حتى لو انشغل بأهله بعياله بماله فهو لله عز وجل، لأنه يريد الخير لمن حوله، فهو يتعامل معهم مع ذلك لله سبحانه وتعالى. يقول: فذلك اشتغال به سبحانه، لأنه إذا اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه. يقول يعني يكون اشتغاله بغير الله ومعرفته لكن يكون اشتغاله بغير الله لله. يكون اشتغاله بغير الله لله، فذلك اشتغال به سبحانه، لأنه إذا اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.